عليكم المتتبعات الافاضل، مرحبا بكم في قناه شيوات ام امين. نتمنى يوصلكم هذا الفيديو بصحه جيده ان شاء الله. اليوم غادي نصوبوا ورقه بواحد الطريقه جديده بلا حمام مريم فوق البوطه مباشره، يعني فوق النار مباشره. هاد الورقه كتجي رقيقه وكتعطي الطول في الخدمه، بما انه رمضان على الابواب الله يوصلنا به مسلمين ان شاء الله. بزاف ديال الاخوات بغاو الطريقه ديال الورقه اللي كنصايب. اذا بالنسبه للمقادير بساط، غادي نحتاجو الدقيق الابيض، شويه ديال الماء، شويه ديال الملحه، معلقه صغيره ديال زيت المائده. انا اختاريت هنا زلافه عامره ديال الفورس، الماء حسب الفورس واش كيشرب ولا لا. انا غنديروها شويه جاريه، ماشي بحال الورقه اللي كنا كنديروه في حمام مريم. في اناء كنديروا الفورس، الملح والزيت، وغادي نديروا القياس ديال الماء. اللي بغى يديرها في الخلاط الكهربائي يديرها، اللي بغى يضربها غير بيديه يضربها. هنا انا كنضيف الزلافه الاولى ديال الماء، وغادي نشوف الفورس شحال خصو نزيد ديال الماء. صافي وكنطربوها حتى نشوفوا الخليط واش غادي يستحق نزيدو الماء ولا لا. بنات، واحد النصيحه بالنسبه لطريقه حمام مريم، يعني اللي كدير طنجره فيها الماء وعاد فوق منها المقله ديال الطيفال، كدير زلافه ديال الفرز، زلافه ديال الماء، يعني القوام ديال هذا اللي عطاني دابا هو باش كتخدموا. دابا غادي ندير انا المقله من هالبوطه، يعني غادي القوام ديال الخليط يكون شويه مرخوف. انا كيف ما كتشوفوا زدت زلافه واحده اخرى ديال الماء، الخليط جاني مطلوق. صافي وكنخليه على جنب يرتاح الوقت اللي بغينا، على الاقل نص ساعه. بعد ما ارتاح ليا الخليط كنوجد واحد شويه ديال الزيت. البانسو كناخدوه من عند دروكري وكنخليوه غير الورقه وبلاستيكه اللي غادي نديرو فيها الورقه. المقله بطبيعه الحال خصها تكون ما كتلصقش، على نار مهيله حتى كتسخن. وكنبدا نصوب الخليط فوق المقله بهذه الطريقه. شتاء رطبه ديال اللي كناخدوه من دروكري كتسهل علينا اكثر. شتاء السيليكون ما كتصلحش البنات، كنحاولوا نساعدوها تقلع من الجنيبات. النار ضروري تكون مهيله. صافي وكنحاولوا نقلعوها ونديروها فوق ديك البلاستيكه، وكنستمروا هكا حتى كنساليو داك المزيج ديال الماء والفورس. الورقه اللي درناها كيخصنا ندهنوها بالزيت، يعني بين كل ورقه وورقه الزيت، باش فاش نجيو نحيدوهم يسهلوا علينا، باش نجيو نحلو ورقه على اختها تسهل علينا الطريقه. كنستمر بحال هكا حتى كنسالي الخليط اللي عندي كامل. الورقة كتجي رقيقة، يعني الورقة اللي حطيت كيخصني ندهنها شوية بالزيت.
بعد ما ساليت عطاتني هاد الكميه هادي لا باس بها، تقريبا 25 او 30 ورقه. الورقه ما كتقطعش في الخدمه، كتجي رقيقه وكتعطي الضوء في الخدمه، تصلح البريوات حلوين او لا مالحين او لا بسيطلات. رقيقة وكتعطي الضوء. هاد الطريقة اللي وريتكم اليوم كتخلينا نربحو الوقت، يعني المقلة كنديروها منها من النار، ما كنتسناوش حتى كيغلى هذاك الماء ديال حمام مريم، وحتى الخليط كنديروه مرخوف يعني جاري شوية، كيعطينا الورقة رقيقة. نتمنى تعجبكم هاد الطريقة ديالي، وشكراً.